أكيد نرحب الآن بالممثل والمخرج حسين كاظم مالتوس، تحياتنا لإلك، أهلا وسهلا فيك. أهلا وسهلا عزيزتي، صباح الخير، صباح الجمال عليكم وعلى كل المستمعين والمتابعين. صباح الورد عليك حسين. يعني أنت أسست فرقة مالتوس للفنون الأدائية، فلو نتحدث عن الأساسيات اللي استندت عليها في تأسيس هذه الفرقة وكذلك في انطلاقها. تمام. فرقة مالتوس تأسست 2015، كانت مجموعة من الشباب الموهوبة الفاقدة للرعاية من الجهات المعنية. تمام. كان الكثير من الشباب في بابل يمتلكون الكثير من المواهب، فشئنا أن نؤسس هذه الفرقة أنا والراحل الصديق المرحوم جعفر العقيلي. انطلقنا في الساحات العامة في التمارين التي كنا نتمرن عليها، هي في الساحات أو الحدائق العامة. كنا لا نملك مسرح إلا بعد 2016 بدأت بعض الجهات بتوفير بعض الأمكنة حتى نتمرن للأعمال المسرحية. نعم، طيب خلينا نحكي، شو اللي بتشوفه بفنون الدمى والفن الصامت يعني مختلف عن الفنون الأخرى؟ عفوا الصوت بعيد. نعم، سؤالي لك انه شو الشغلات اللي بتشوفها بالدمى وبالفن الصامت اللي عم بتكون مختلفة عن الفنون الأخرى؟ عم تسمعنا؟ نعم، عبال ما يرجع الاتصال يعني خلينا نحكي شوي. وهج، كنتي وانت صغيرة تحضري عروض الدمى وايضا عروض مسرحية صامتة مثل هيك؟ بصراحة كنا نحضر عروض مسرحية بس ما كانت من النوع الصامت، يعني كانت المسرحيات والمسرح العراقي في يمكن ما قبل 2005 و2006 يعني كان ينتج انتاجات جميلة جدا، وحتى قبل 2003 تحديدا يمكن كانت انظار العالم بشكل عام تتوجه للمسرح العراقي من انتاجات، من اعمال بيها هدف، بيها تحسين رسالة تصل للمتلقي. يمكن على عكس الواقع الان اللي شوية بعض الاعمال المسرحية ما ترتقي للمسرح العراقي، ولكن اليوم النوع اللي يقدمون نوع بهدف ونوع برسالة ونوع مؤثر كذلك بالجمهور. 100%. أنا بالنسبة لي كثير بحب العروض الإيمائية أكثر من العروض اللي فيها كلام، لأنه بتعطيكي مجال أنه أنت تقدري تحللي وتفهمي شو اللي عم بيحاول يوصل لك إياه هذا الممثل اللي على المسرح، شو هي الرسالة اللي بده يوصل لك إياها. كمان بيفتح لك المجال أنه أنت يكون عندك تصوراتك وتوقعاتك للأمور. صحيح. بشكل كثير أكبر. يمكن بيفتح لك المجال كمان لشغلات أنت عمرها ما خطرت على بالك وتكون موجودة بحركات وبإيماءاته. حتى لغة الجسد كتير مهمة. يعني إحنا إذا بدنا نيجي نحكي عن لغة الجسد قدي هي بتعبر عن مشاعرنا، كمان بتعبر عن خوفنا، مرات قلقنا، كذبنا، عن كتير أشياء. فبتلاحظ إنه الأمور هاي قدي يعني ما بزبط إنك أنت تكوني إنسانة قاعدة عم تحكي كلام بس بدون ما تعبري بوجهك، بتعبير وجهك، بإيديك، بكتافك، بجسمك. فبحس كتير هذا النوع من المسرح يعني مسرح بده اول إشي بده جرأة، بده كمان يعني يكون الانسان اللي قاعد عم بيقدم هاي العروض يكون عن جد دارس كل حركات جسمه لحتى يقدر يوصل الرساله الصح، عدل ان هيك ممكن انه توصلك رسائل كثير خاطئه. صحيح. بالنسبه لهذا الفن تحديدا اللي هو يعتمد على الايماءات ايضا، يعني الجميع راح يستفيد منه، بالذات الاشخاص الصم والبكم يعني راح يكونون اكيد مستفيدين منه وراح تصلهم هذه الرسائل. صحيح. بنفس الوقت يمكن تركيز المتلقي يكون اكثر بهذه الحاله، لانه هو يعتمد على استنتاجاته بعد ما يشوف كل الاعمال اللي تعرض امامه، مو مثل الاعمال اللي تكون عادي مع يعني مع متحدثين يكونون طبعا الفنانين اللي احنا يعني جاهزه ناخذ المعلومه وتوصلنا بدون اي تكلف، ولكن لا، هذا النوع من الفن به مساحه للمتلقي مثل ما ذكرتي، يقدر يحلل بكيفه، يقدر يعني هو يبحر بخياله اكثر، وهذا الشيء اللي نحس انه هو يشغل العقل اصلا، فتحسين اكو متعه اكثر تصير بالمشاهده.
هذا 100%. وحلو انه احنا عم نشوف انه عم بتطور هذا الموضوع بشكل اكبر بالعراق. عم نشوف يعني احنا شفنا كمان بعض الاشخاص واستقبلنا اشخاص بصباح دجله اللي كمان هم يعني عندهم هاي الموهبه وكمان قادرين انه يوصلوا هاي الرسائل من طريق الايماءات وعن طريق هذا النوع من الفن. صحيح. وحلو انه احنا عم نشوف بشكل اكبر يعني انه عم بوصل هلا للمتلقي وعم نشوف كمان يعني فريق كبير فريق مالتوس يعني وهذا إشي كتير حلو. طبعا رح نرجع لضيفنا حسين. انت سامعنا هلا؟ سامعكم. نعم نعم. يمكن انا كان سؤالي لإلك انه انا بدي اعرف من وجهة نظرك شو بتشوف بهذا النوع من الفن الصامت يعني والدمى بيختلف عن انواع الفنون الاخرى، شو بيعني لك؟ طبعا التمثيل الصامت بالتحديد التمثيل الإيمائي الصامت من أهم الفنون هو العالمية، إضافة إلى شو يعني لي هو الأقرب لي من ناحية أنه أقرب للناس أيضا من ناحية الفهم والتلقي، وأيضا اللغة الإيماء هي لغة عالمية الكثير يفهمها بعيدا عن اختلاف الجنسيات واللغات، فلذلك أميل إليه. وأيضا العالم المشاهد العراقي من قدم عرض بالشارع هو جاي يجي يشوف ما جاي يسمع، تمام؟ فممكن أنه الصورة أوقع وأبلغ من الكلم. نعم. طب هذا النوع من الفن تحديداً يعني متى أصبح نقدر نقول أنه إلا رواج بالعراق؟ بنفس الوقت متى صار إلا متذوقين أصلاً؟ يعني إذا نشوف أنه إحنا فجأة ظهر عندنا هذا الفن وشفنا هناك ترحيب كبير من قبل الجميع بهذا الموضوع وتفاعل الناس وياه، وأكو ناس صاروا يحبون أنهم ينضمون ويقدمون هذا النوع من الفنون أيضاً. طبعا التمثيل الصامت هو من الفنون العالمية وإلى تاريخ كبير قبل مجيء إلى العراق، تمام؟ لكن نأتي على النوع الذي أختص فيه اللي هو الإيماء المحلية العراقية والأسلوب الخاص بحسين مالتوس المبسط إلى عامة الناس. بدأ في الفترة الأخيرة وفق ما شاهد آني وفق ما أنه أدعى لكثير من المحافظات العراقية في تقديم هذه العروض الإيمائية الصامتة التي تتناول الهم العراقي، المواضيع الإنسانية أو الشخصيات المهمشة في الشارع العراقي كشخصية رجل المرور، شخصية عامل النظافة، شخصية أولاد التقاطع، الجندي العراقي، الكثير من الشخصيات المهمشة الذي لم يسلط عليها الضوء إلا ما ندر، تمام؟ فأشوف الناس تحب هذا النوع من العروض، لذلك دائما أنا أميل وأقرب إلى الناس ودائما أقول الفن من الناس وإلى الناس وليس فقط للنخبة. نعم. طيب اليوم خلينا نحكي قد ايش صار في هلا رواج يعني للبانتومايم تحديدا بالساحه الفنيه العراقيه، يعني انت ذكرت انه الجمهور عم بتحب هذا الموضوع، ولكن من ايمتى حسيت انه بلش يعني بلشت الناس انها تتثقف يعني بهذا النوع من الفنون؟ في السنوات الأخيرة من سنة 2019 يعني قبل اندلاع ثورة تشرين بفترة قصيرة بدأت بنشر أعمالي الإيمائية الصامتة في السوشيال ميديا، شفت إقبال واسع على هاي العروض، إضافة إلى ثورة تشرين قدمت بعض العروض الإيمائية الصامتة في ساحة الاحتجاج، بدأ الرواج أكثر وهناك الناس يعلقون شو يسموها هاي اللعبة، ما يعرفون انه هذا النوع هو تمثيل صامت او نعم. هذا نوع من الفنون الادائية الايمائية الصامتة. فصار له رواج وبدت العالم تعرف من خلال العروض اللي اقدمها لانه هي من الواقع العراقي، يعرفون انه اكو تمثيل اسمه الصامت البانتومايم بالتحديد. نعم. طب لو نتحدث ايضا عن الكتاب الخاص بحضرتك بهذا الفن، يعني شنو ابرز الاشياء اللي تطرقت بيها بهذا الكتاب؟ نعم. تحديدا وانت حريص على ان تصل لكل شخص يقتني هذا الكتاب ويقرأ ايضا. تمام. الكتاب موضوعته انه بعد قبل تخرجي كان بحث التخرج مالتي هو آلية الأداء الإيماء الصامت في عروض مسرح الشارع. نعم. المزج بين آلية الأداء الإيماء الصامت مع عروض مسرح الشارع اللي هو الشقين دمجوا في عنوان بحث، نلت درجة الامتياز في الكلية بهذا البحث، وإضافة إلى ذلك صعد إلى مؤتمر المناقشة. بعدها بعض النصائح كانت أن يكون إلى يتحول هذا البحث إلى كتاب، استشارة بعض المختصين وبإشراف الأستاذ الدكتور أحمد محمد عبد الأمير المختص بهذا المجال والخبير أيضا، تعاون معي في أن يكون هذا كتاب، الكثير من الأصدقاء دعموا هذا، فكان الأداء الكتاب عنوانه الأداء الإيماء الصامت في مسرح الشارع، تناول الكثير من
الاشتراطات والتقاليد والأعراف للبانتومايم وإضافة إلى عروض مسرح الشارع أيضا. كانت هناك عينتين لهذا الكتاب وهي عرض مسرحية أولاد التقاطع وعرض مسرحية الثائر نوئيل الذي قدمت في ساحة التظاهر في بابل. نعم. والكتاب يعني يخدم أو يفيد العاملين في هذا المجال وطلاب المعهد وكليات الفنون الجميلة. نعم. طيب لاحظت كمان حسين انه عندكم انتم فيديوهات وايضا عم بتقوموا على عمل يعني بعض يعني الفيديوهات خصوصي لمواقع التواصل الاجتماعي اذا انا مش غلطانه طبعا، ولكن اللي لفت نظري يعني انه عم بتقوموا بالفيديوهات السريعه كمان بشكل كثير جميل. قد ايه عم بتاثر عليكم السوشيال ميديا وقد ايه اهميتها لكم كفريق؟ طبعا هو انه المسرح بعيد جدا عن السوشيال ميديا لانه المتلقي صحيح. العراقي او اي متلقي عام فهو لذه المشاهده او المتعه انه تكون مباشر للعرض، لكن السكتشات الخاصه بالسوشيال ميديا هي قصيره لان المتلقي العراقي في الاونه الاخيره يعني ما عنده الصبر انه يشاهد فيديو اكثر من دقيقه او اكثر الا لو ما ندر. تمام. نعم. فدائما نلجا للرسائل السريعه في دقيقه واحده. نعم. حتى تكون ابلغ واسرع بالوصول. نعم. طيب ايضا حسين لو تحدث عن الجوائز اللي حصلت عليها ويمكن اقربهم الى قلبك شنو هي؟ طبعا الكثير من الجوائز حصلت عليها، ان الكثير منها قريبه علي، على ما اذكر الاقرب وهي ليس الاقرب وانما التي اتذكرها الان جائزه افضل ممثل رئيسي في مهرجان مسرح الشارع في كركوك، مهرجان دولي 2019، ايضا كان في فتره الاحتجاج، تركنا ساحه التظاهر وذهبنا الى كركوك وحصدت جائزه التمثيل من ضمن الكثير من الممثلين المشاركين على مستوى الوطن العربي في هذا المهرجان والخبراء في هذا المجال. اصلا قدمت مسرحية مفوض عبد مسرح شارع، قدمت في إحدى التقاطعات الموجودة في محافظة كركوك ونلت جائزة أفضل ممثل رئيسي، جائزة مهمة وجدا أعتز بها. الكثير من الجوائز وآخرها كانت أيضا 2021 جائزة أفضل ممثل في مهرجان الوسائط، وأيضا كرمت من قبلها من الكابتن عدنان درجال وزير الشباب والرياضة الآن. نعم. هذه آخر الجوائز على ما أذكر. نعم أكيد طبعا. حسين شكرا كثير لوجودك معنا اليوم، احنا بنتمنى لك كل التوفيق وان شاء الله يا رب هيك يعني عن جد نشوف عروض عالميه لكم كمان مش بس محليه، وتوصل الرسائل عم تحاولوا توصلوها عن طريق هذا الفن للجميع، ونشوف ثقافه كمان واسعه عن هذا الفن اكيد بالعراق وغيرها من الدول العربيه. شكرا كثير لك.